زنقوش. باش نبدلك شوية النسق نتاع الأسئلة خالد. يقولوا لعبك مستفز وماكش منضبط على الميدان. منضبط أكثر واحد منضبط على الميدان كان مش منضبط ما نعملش أعطيني أكثر من لعبي عمل ما تشوفوا له جري في التيران أكثر منه. تاخذ برشا علاقة حمر معنا. هذا مش معناه منضبط مش منضبط. مش منضبط بيان سور خيط برشا حمر أما في بلايصه ما عندي فما اللي كرتون روج عملته في بلايصه. كسوة باش نكسر اللعب كسوة باش نقص أتاك كسوة. إذا في بلايصهم تاخذ صفرة مش حاول. إي مو هذيك إي صافي بزوز صفر. تعمدت ظلم لاعبي مرة. لا. إي فرجاني سياسي ومشيت له طلعت من السنة وتوا صحاب ديجا كاتب هكا مكتوب سؤال سي فرجاني سياسي وقتها مع الكليوب لا هي هو طلعت من السنة وتوا صحاب كل أخوة أي شفتكم حتى في الحوار آخر مرة وقتها ربحينا 2-0 في المنزل وجمهور الكليوب وقتها وهم يلعبوا ويستفزوا فينا شادين كرة في كورنير سي نورمال الواحد على أعصابه حبيت ظلوا وقتها ليه نرفزها بطلوا تاك إي تو ضد الكاميرون وقتها مشيت له لساقه وقتها مضروبة وقتها ساقه مشيت له لساقه هذيك تعمد هذيك حبيت نضرب وش يخرج باش خاطر نحنا نربحوا وقت ربحين دوز نربحوا نترشحوا للانكا. باهي علاش بطلت بكري 29 عام خالد؟ هاني قلت لك كاو تعبت يزي بصراحه مشاكل عائليه اثرت على مسيرتك؟ لا سنة غينا فواغ جمله ايه سنة غينا فواغ بالعكس اثرت على ايقافك الكوره معناها؟ لا بالعكس شفتي بالعكس ارتحت مش زدت ارتحت نفسانيا كي بعدت على المراوغ قلت في التلفزه خالد خالد عليك هي نسيت الحكايه هذه قالت انت طلبت هذه قالت هذه قالت ما نحبش انا راهو انا انسان معروف معناتها مش باش نعملوا البوز بحكي فارغه انا ما نحبش نحكي فيه الموضوع هي تقول ولا ما تقولش انا اخويا مرتاح نفسانيا كي بدت وكا وعندي انت طلبت انا عندي انا طلبت وعندي معناها انت بطلت انا بطلت خاطر انا وقت لقيت روحي كي نطلق مرتاح نفسانيا عندي بنياتي اخويا ربي يفضلهم ربي يخليهم ربي عايش